عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. النهاردة التعليم العالي بيعلن التوزيع الجغرافي للجامعات لتنسيق المرحلة الأولى. طبعا الوزارة أعلنت الكلام ده بدءا من تنسيق قبول بالجامعات إن شاء الله طلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم الحد المقبل إن شاء الله. والحد الأدنى زي ما قلنا للشعب العلمية 97.7%، قلناها بكده في الفيديوهات السابقة، و95% للشعب الرياضية، 80% للشعب الأدبية. الرئيس قطاع التعليم السيد عطا والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي صرح الكلام ده النهاردة أن نظام تنسيق القبول بالجامعات سيطبق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول به كما هو بدون أي تغيير، وجداول التوزيع الجغرافي مقسمة وفقا للمحافظات والإدارات يا جماعة والاختيارات المتاحة اللي بيجري توزيع الطلاب عليها وعلى أساسها وفق الإدارات التعليمية التابع ليها كل طالب. تمام؟ اللي بتوزع على ثلاث مجموعات ألف وباء وجيم، والترتيب الرغبات للطلاب اللي بيرغب الالتحاق بها تتابعا يعني بالتتابع بها ألف إلى جيم. الطلاب كلية النطاق الجغرافي ألف بيختار النطاق ألف ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي باء قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي ألف. يعني أنت في منطقة ألف ما ينفعش تروح منطقة باء إلا لما تشوف المنطقة دي كلها، ولا يمكن البدء في الاختيار الحر مجموعة جيم لباقي الكليات قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق باء. يعني معناها أنا في محافظة المنصورة أو محافظة الدقهلية ما ينفعش أتنقل دمياط إلا لما أشوف الدقهلية بتاعتي الأول، وبعدين أخلص الدقهلية أشوف دمياط خلص الدمياط وهكذا. ومكتب التنسيق أعلن على الموقع الإلكتروني عن بعض الإرشادات كلها، قال لك طلاب مناطق المتقدمين للجامعات بعض الإرشادات، طلاب مناطق الخنكة وشبرا الخيمة وشبين القناطر والقناطر الخيرية وأبو زعبل والخصوص والعبور التابعة لمحافظة الأيوبية يكون قبولهم أولا بجميع كليات جامعة عين شمس أو جامعة بنها، ما عدا كلية الهندسة يقتصر قبولهم أولا على كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، يعني ده مخصصة ليهم. عدا طلاب منطقة العبور لهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كاختيار أول. أما القبول بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية لها توزيع جغرافي خاص، المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية لها توزيع جغرافي خاص بها ولا يخضع للتوزيع الوارد بهذا الجدول. القبول بالمعاهد الخاصة متاحة أمام جميع الطلاب ولا يطبق عليها التوزيع الجغرافي والإقليم، ملهاش دعوة. طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة اللي هو المتفوقين المكفوفين الحربية الثانوية العسكرية الداخلية الباليه الثانوية الرياضية بيتم ترشيحهم طبقا للقواعد اللي بينطبق على عنوان السكن المدون في الاستمارة اللي فيها البيانات الأولية بتاعتك طبعا اللي انت بتقدمها للحاسب الآلي. وبالتالي إذا كان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب في أحد محافظات القاهرة الكبرى بيرشح الطالب أوتوماتيك كده طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي للقاهرة. ولو كان عنوان سكن الأسرة المثبت باستمارة البيانات المقدمة في محافظة أسيوط يتم توزيعه طبقا لمحافظة أسيوط، يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع الإقليمي خاص بكل محافظة. ده بالنسبة للتعليم وإعلانها عن التوزيع الجغرافي للجامعات لتنسيق مرحلة، ما فيش فيه أي كلام إقليمي يا جماعة، فخلي بالكم من الكلام ده وانتظرونا في الأيام القادمة بل الساعات القادمة في تغييرات كتير جدا نشوف يمكن التنسيق يعمل إيه الجديد في قناتكم قناة أجيال أندلس. اشتركوا وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد إن شاء الله. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.